يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا وبداية أسبوع جديد من هذا البرنامج. كالعادة بيبقى عندنا العديد والعديد من الأخبار المتنوعة سواء على الساحة الرياضية المحلية العالمية، وبالتحديد كل جديد يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي. ضيف حلقتنا النهاردة هيكون الأستاذ إيهاب الجنيدي، الناقد الرياضي موقع جريدة أس الأسبانية، وكالعادة هنستفيض في الحديث معاه في بعض الأمور الهامة جدا في الجزء الثاني من حلقة اليوم. في البداية خلينا نروح أشوف أهم وأبرز العناوين، يلا بينا. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون العرب. فايلر يعلن قائمة اللقاء والفريق يدخل معسكرا مغلقا. محمود متولي جاهز لمباراة المقاولون. الغندور لن يعمل حكما في الدوري إلا برخصة الفار. المنتخب يطلب السفر لمواجهة توجو بطائرة خاصة. واليوم مواجهات قوية بالدوري الإنجليزي.